السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي قناة ميد كريم، مرحبا بكم. وأخيرا خرجت القائمة اللي غادي تتواجد في التجمع القادم للمنتخب الوطني المغربي لمواجهة منتخب البرازيل وبيرو، وعرفت التشكيلة النهائية للأسود، تواجد أسماء جديدة واللي غادي تحمل القميص الوطني المغربي لأول مرة. بلا ما نطول عليكم نتعرفوا على هذه الأسماء، ولكن قبل ما نتعرفوا على هذه الأسماء هذه ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. رياض شادي دي اف سي برشلونة. شادي رياض زاد في مايوركا بإسبانيا، أصوله مغربية 100%. لعب في البداية ديالو مع العديد من الفرق المغمورة قبل ما يلتحق بالنادي العريق لنادي مايوركا. تألق ديالو في الفئة الصغرى خلى الفريق الكاتالوني اف سي برشلونة ينجح في الانتداب ديالو ويخطف الصفقة بعد صراع كبير مع عدة فرق في إسبانيا. منذ سنة 2019 واللاعب المغربي يتسلق الدرجات وتطور بشكل رهيب حتى قدر يوصل للفريق الرادف لنادي اف سي برشلونة. ويعتبر شادي رياض من أهم المواهب الصاعدة والمعول عليها في الأكاديمية لتعزيز الفريق الأول في خط دفاع مستقبلا. شادي رياض كيتميز بدفاع وصلابة في التدخلات وصراعات سواء الأرضية أو الهوائية، وكيتميز أيضا بقراءة مميزة للتحولات والعمليات الهجومية. كيساند الهجوم بشكل كبير وكيسجل أهداف من الكرة الثابتة كالركنيات والضربات الحرة من خلال التميز دياله في الارتقاء والإنهاء بالرأسيات. سجل هدفين في الدرجة الثانية وهدف في دوري أبطال أوروبا للشباب مع البارسا. تألق ديالو في الفريق الرادف خلى المدرب تشافي يستدعي لبعض المقابلات هذا الموسم وتدرب مع الفريق الأول في عدة مناسبات. شادي رياض دخل احتياطي في الدوري الإسباني ضد نادي أوساسونا في دقيقة 89، وهذا الشيء اللي كيبين الثقة ديال المدرب تشافي في الموهبة الصاعدة وإيمان نادي الكاتالوني في إمكانيات وموهبة شادي رياض. 19 سنة فقط، مكسب كبير للمنتخب الوطني المغربي، خصوصا وأنه مثل المغرب في أغلب الفئات الصغرى وفاز مع المنتخب الوطني المغربي للشباب بكأس شمال إفريقيا. شادي رياض عرف عليه الانضباط في جميع الفئات مع المنتخب. شادي رياض عبر على السعادة الكبيرة والفخر دياله لحمل القميص الوطني واعتبر أن هذا كان حلم وتحقق. بنجامين بوشواري de Saint-Étienne en France. وبسرعة نمشيو للاسم الثاني وهو الموهوب بنجامين بوشواري، 21 سنة تزاد في بلجيكا قبل انضمام ديالو لفريق رودا وتوقيعه لأول عقد احترافي تكون في عدة فرق بلجيكية كأكاديمية اندرليخت وجينك وأيضا نوادي هولندية كفيلم. سنة 2020 انتقل لفريق رودا ودوز معه موسمين. في الموسم الأول مع الفريق لقى بعض الصعوبات حاله كحال أي لاعب كيكتشف لأول مرة أجواء اللعب مع الكبار والاختلاف على المستوى البدني، لكن بالرغم من ذلك لعب مباريات كثيرة وساهم تهديفيا. لكن في الموسم الثاني مع هذا الفريق سجل هدفين وصنع 6 وتعتبر أفضل لاعب شاف في الدوري الهولندي الدرجة الثانية. نادي سانتيتيا الفرنسي لم يفوت الفرصة واختف اللاعب من أندية أخرى وتعاقد معه لمدة 3 سنوات. بنجامين كيلعب بشكل رسمي مع الفريق دياله وظهر بشكل مميز في الأشهر الأولى خصوصا في شتنبر، فاز تحصل على جائزة أفضل موهبة شابة في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. كيلعب في عدة مراكز كوسط ميدان هجومي أو صانع ألعاب وأيضا كموزع في المحور وكيميل الجهة اليسرى، ولكن أكثر مكان كيرتاح فيه هو صانع ألعاب بالقرب من الصندوق. سريع جدا بالكرات والتمريرات ديالو مميزة في العمق ومهاري وكيلعب بحماس كبير. إذا استمر بنجامين في التطور غادي يكون إضافة كبيرة للمنتخب الوطني. اختيار وليد الركراكي لبنجامين بوشواري ليس بالصدفة. بنجامين لعب مع المنتخب الأولمبي والرادف واللاعب أكد أنه فرحان بزاف بالتواجد ديالو رفقة المنتخب الوطني المغربي، والاختيار ديالو كان واضح من البداية وهو حمل القميص الوطني. ياسين كشتا دو لو هافر اسي ان فرانس. ياسين كيشتا 21 سنة تزاد في العاصمة الفرنسية باريس، تكون فرانسين كلوب الفرنسي وباريس اف سي، والتحق بنادي لو هافر سنة 2019 وسط ميدان دفاعي بمواصفات عصرية، محترم وجيد في البناء الهجومي من الخلف وكيساند هجوميا من خلال التمرير والتسديد في عمق الملعب. يحتاج فقط للتطور في الالتحامات والصراعات، ولكن جيد على مستوى الحركية وطلب الكرة لتحضير الهجمات وإخراج الكرة تحت الضغط. لعب 27 مباراة هذا الموسم وسجل فيهم هدف وصنع هدف، وهذا رقم محترم من لاعب وسط دفاعي. ياسين لعب في المنتخب الوطني لفئات تحت 17 سنة وأيضا تحت 20 سنة، واختياره لحمل القميص الوطني كان واضح منذ الصغر. إبراهيم صلاح ستاد رينيه
en France. إبراهيم صالح تزاد في سان جوزيف بلجيكا، تكون في عدة فرق بلجيكية ومن بينهم لاغونتواز اللي قررت هي اللاعب للفريق الأول صيف 2022. من غرائب الحياة في عالم كرة القدم قبل 4 سنوات وفي سن 17 سنة إبراهيم صالح خاض تجربة قصيرة مع نادي الدفاع الحسني الجديدي، كان بغي يغير الأجواء والانفتاح على مغامرة جديدة وتحديدا بالدوري المغربي، ولكن قرر في الأخير عدم التوقيع مع الفريق الجديدي ورجع لبلجيكا. دوز نصف موسم مع في الفريق الأول قدر يبين الموهبة ديالو وخلى العديد من الفرق الأوروبية ترغب التعاقد معه، تعتبر من اكتشافات الدوري البلجيكي رغم أنه لعب 6 أشهر فقط ضمن الكبار. سجل 3 أهداف وصنع هدف من أصل 14 مقابلة. الموهبة الكبيرة ديالو خلت نادي ستاد رين الفرنسي تعاقد معه في الانتقالات الشتوية داد الموسم بقيمة وصلت 3 مليون يورو. شارك في 6 المباريات بالدوري الفرنسي وسجل هدف في الدوري الأوروبي. إبراهيم صالح قرر يرتدي الرقم 34 مع رين كبادرة إنسانية تضامنا مع عبد الحق نوري. إبراهيم كذلك عبر على الفخر ديالو بحمل القميص المغربي وعبر عن ذلك من خلال التفاعل الكبير ديالو رفقة المصاب طارق تيسودالي مع المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر. أيوب أمراوي دو لو جي سي نيس ان فرانس. أيوب عمراوي تمت المنادات على الظهير الأيسر لنادي نيس الفرنسي. أيوب عمراوي كذلك من أجل إشعال منافسة مع نصير مزراوي ويحيى عطية الله في الجهة اليسرى. 18 سنة فقط ويمتلك مقومات بدنية هائلة ما شاء الله، بنية جسمانية قوية وقامة طويلة، ولكي شارك مؤخرا مع النادي الفرنسي وكيقدم مستوى جيد في الدوري. أيوب عمراوي في أول مشاركة أوروبية وفي ثالث مباراة كأساسي سجل هدف خرافي في دوري المؤتمر الأوروبي وهدانيس هدف الانتصار ضد نادي شريف. أيوب عمراوي سبق له لعب مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ضد منتخب رومانيا. عبد القادر عبقر دي ديبورتيفو لافيس عبد الكبير عبقار. المدافع عبد الكبير عبقار ابن مدينة سطات وخريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، دوز 4 سنوات في الأكاديمية ومن بعد التحق بالمدرسة الإسبانية من بوابة نادي مالقا الإسباني، ومن بعدها التحق بنادي ألافيس الإسباني في دوري الدرجة الثانية. عبد الكبير في البداية وجد صعوبات كبيرة في التأقلم بحيث أكد لصحيفة أس الإسبانية أنه وصل لإسبانيا وهو لا يعرف شيء عن اللغة الإسبانية وتعلمها من خلال الدراسة والحديث مع الأصدقاء. عبد الكبير بين على مستويات عالية مع نادي ألافيس، فهو لا يكتفي بالأدوار الدفاعية فقط وإنما يساند الهجوم خصوصا في الركنيات والضربات الحرة وقدر يسجل في عدة مناسبات. كانت هذه ورقة تعريفية على الوجوه الجديدة للناخب الوطني وليد الركراكي. نتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم ونتمنى أيضا تخليونا الرأي ديالكم على الوجوه الجديدة اللي غادي تشكل جيل جديد للمنتخب الوطني بعد مونديال قطر. شكرا لكم أصدقائي عن حسن الإصغاء والمتابعة، وما تنساوش سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو باش يوصلكم الجديد إن شاء الله.